السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعي قناة حياتها المعرفة، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة على هذه القناة. حلقتنا اليوم إن شاء الله من داخل الحديقة، وهي إن شاء الله سوف تكون عن فوائد أكل الخيار. فما هي فوائد الخيار؟ قبل أن أذكرها معكم، لا تنسوا دعم القناة باشتراك ولايك. اللي في الخلفية ورايا دي زهرة دوار الشمس، ويسمى أيضا باللب الصيني كما ترون. أما هذا فهو الخيار. الخيار من الأطعمة المفيدة لصحة جسم الإنسان وسلامته، نظرا لاحتواء الخيار على العديد من العناصر الغذائية كالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة وغيرها. للخيار استعمالات متعددة، فيدخل في تحضير الكثير من الأطباق كالسلطة وبعض العصائر. يساهم الخيار في علاج الكثير من مشاكل الجسم كمشاكل البشرة والشعر وغيرها. من فوائد أكل الخيار يوميا أنه يعمل على ترطيب الجسم وحمايته من الجفاف، لأن 90% منه يتكون من الماء. تقليل درجة حرارة الجسم وحماية البشرة من الالتهابات وحروق الشمس وعلاج الهالات السوداء وانتفاخ العينين. طرد السموم من الجسم والتخلص من حصائر الكلى والتقليل من نسبة الكوليسترول الضار في الجسم وتقوية الجهاز المناعي. ليحتوي الخيار على فيتامين ألف وفيتامين جيم. الخيار بيزود الجسم بالطاقة. تزويد الجسم بالكثير من العناصر المهمة مثل الفيتامينات والمعادن مثل البوتاسيوم، وتسهيل عملية الهضم في الجسم وتخسيس الوزن. لاحتوائه على نسبة عالية من الماء والقليل من السعرات الحرارية والوقاية من الإصابة بالأمراض السرطانية، خاصة سرطان الثدي وسرطان الرحم والبروستاتا. الخيار يعمل على تحفيز خلايا البنكرياس لإنتاج الأنسولين، مما يساهم الخيار في علاج مرض السكري. وتنظيم مستوى السكر في الدم وعلاج ارتفاع ضغط الدم وانخفاضه. يعمل الخيار على القضاء على الفطريات والبكتيريا الموجودة في الفم والمساعدة في الحصول على نفس منعش. زيادة نمو الشعر. يعمل الخيار على تقوية الشعر وجعله نضرا، وقاية الأظافر من الهشاشة والوقاية من الإصابة ببعض الأمراض كمرض النقرس والتهاب المفاصل لإحتوائه على عنصر السيليكا، والحد من الإصابة بالدوار والصداع، وذلك لإحتوائه على فيتامين باء والسكريات وإدرار البول والمحافظة على صحة الكلى. علاج اضطرابات الجهاز الهضمي كالإمساك. وصفات الخيار لعلاج مشاكل الجسم. وصفات الخيار لعلاج مشاكل الجسم: علاج جراثيم الفم، وذلك بوضع شريحة من الخيار في سقف الحلق وتثبيتها باللسان وتركها مدة نصف ساعة ثم إزالتها. علاج ألام المفاصل والنقرس، وذلك بمزج كمية من عصير الخيار مع عصير الجزر مما يقلل حمض اليوريك. علاج الصداع، وذلك بتناول عدة شرائح من الخيار قبل النوم، وعلاج الهالات السوداء، وذلك بوضع شرائح من الخيار أسفل العينين وفوقهما مع الاسترخاء مدة 15 دقيقة، ثم غسل العينين بالماء البارد تفتيح البشرة، وذلك عن طريق بشر حبة من الخيار في وعاء وإضافة ملعقتين صغيرتين من النشا وملعقتين صغيرتين من عصير الليمون وعدة نقاط من ماء الوردة. ثم مزج الخيار جيدا وتطبيقه على البشرة مدة ربع ساعة ثم غسله بالماء البارد. يعمل الخيار على إزالة شحوب البشرة، وذلك بخلط القليل من الخيار المبشور مع كمية من البطاطا المبشورة، ثم إضافة بياض حبة من البيض، ومزج الخليط جيدا وتطبيقه على البشرة مدة 10 دقائق ثم شطفه بالماء الفاتر. متابعي قناة حياة المعرفة، لو استفدتم من هذا الفيديو لا تنسوا دعم القناة باشتراك ولايك وتفعيل علامة الجرس لكي يصلكم كل إشعارات القناة إن شاء الله.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. انتظرونا في معلومة جديدة وحلقة جديدة إن شاء الله.